يسعد صباحكم ويا ميت، حي الله فيكم، اهلا حي الله صباحك. الكلمه اللي نحن بنعتز فيها اكيد بمحافظه هي السويدة. تعلمناها اليوم انا وسلمى. يا ستي ابدا طالعه من قلبكم، ودليل هذا انه اكيد انتم فعلا من نص الارض ومن من هالتربه الطيبه. يسعد صباحك. يعني بدنا نقول لك اهلا وسهلا فيكي معنا، وبنفس الوقت بدنا نقول لكم انه شكرا على استضافتكم لنا بهالمحافظه اللي العزيزه على قلب كل سوري. اليوم عم نحكي عن رمز من رموز العطاء، هو الام والمربيه اكيد، وايضا الام صباح أهلا الله وسهلا. خيرة، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، هي الكرم، كنا عم نحكي عن الكرم واهل يسعد الكرم. صباحك. عم نحكي عن الحي الله والكرم أبدا، والشهامة. هي القهوة المرة، هي القهوة أنا المرة ما إلي المشهورة. اللي هي تراث المحافظة وإرثه اللي توارثناه عن أكيد الأجداد والأهل، وهي دلالة سلم الترحيب بالإيمان. للضيف شكرا لك، وتقديم يعني واجب الضيافة الأولي. الله يخليكم، سلم هالإيدين. يلا حيكم، بنعتز ميدا سانك فيكم يا كرشة، شبابنا ويا رجالنا. ومدامتك متزوج ان شاء الله هيك كل عام وهي بألف خير، هي وأمك. يسلم هالإيدين، تسلم. عاد عليكم. كنا عم نحكي عن رمز من رموز العطاء وهو الأم والمربية وأكيد السيدة العاملة. خلينا نبلش مع تجربة حضرتك. يعني بدنا نحكي أول شيء بالصباح الجميل هذا، وبضمن هذا المدرج الرائع اللي إن دل على شيء بدل على قديش نحن بحضارة مغلي. سوريا هي العظيمة، سوريا هي الرائعة اللي أنجبت الأبطال، والمرأة السورية كانت على مدار العصور هي الأنموذج. الأنموذج يعني نحن لما بنحكي وبنعتز بنقول جملة دمنا، بنقول زنوبيا، بنقول هالبطلات الرائعات اللي قدموا، كانوا سيدات بعصرهم وكانوا قائدات جبارات، كانوا قدروا أنه يعملوا دولة سورية بفترتها نعتز فيها لحد إسا، يعني لحد هذا الوقت. هذا المدرج الروماني هو جزء من هالتراث وهالإرث اللي توارثنا بهالأرض. المرأة السورية أثبتت على مدار العصور أن هي جنبا إلى جنب مع الرجل، وهذا دليل حضارة، يعني هي دليل الحضارة. لما بأي بلد بتكون المرأة متأخرة أو متخلفة عن الرجل بيكون هذا شكل من أشكال التخلف الصارخ. سوريا بكل تفاصيلها بكل فسيفساءها كانت فيها المرأة متميزة، كانت فيها المرأة متميزة. بدي أحكي لك عن شغلة كثير جميلة عندنا نحن هون بالجبل، إنه الرجل لما بيجي بيطلب العريس بيطلب عروس حلوة هيك جميلة، وإن شاء الله تكونوا أنتم من نصيبنا بالمحافظة، بلفة بأكثر من 9 أمتار من الحرير هذا حلو. الثوب، وبيضع على رأسها إكليل من ذهب اللي هو التاج هذا اللي بينحط، نحن بنقول له هو على رأسها دليل على إنه هو بياخذها المرأة من بيتها بعزي، من بيت أهلها ومن بيتها بكرامتها، وبتيجي على بيت زوجها بعزي وبكرامة، تفتح الباب للضيف وبتقول له حي الله، يا حي. ما بتسكر الباب بوجه حدا ضايف وجاي، جاي يعني يضيف في هذا المنزل. ما عندنا فنادق، عندنا بيوتنا وعندنا مضافاتنا، هي نحن أهل السويدة. المرأة بالسويدة، إذا بدنا ندخل من المرأة السورية للمرأة بالسويدة، المرأة بالسويدة يعني أثبتت وجودها في كل المجالات. وأنا يمكن يعني من النساء اللي تخصصت بكثير من بداية عملي الوظيفي، واستلمت وتبوأت أكثر من منصب. نحن منقول المنصب هذا اسمه منصب لكن هو عمل. تخرجت مهندسة وكنت مديرة فرع السكن العسكري، وكان عمري 22 سنة. بعديها صرت مديرة الإنشاءات العسكرية، بعد فترة عضوة بلشة مكتب مديرة يمكن أول شيء لعدم توافر كان المهندس، كان عدد قليل بسنة الثمانينات وقت اللي تخرجنا، فكان كله له نصيب بإعمار سوريا. نحن منقول نهضة سوريا اللي صارت بعد ثورة 8 آذار اللي نحن إسا بطور الاحتفال فيها، هي النهضة اللي صارت. وبعد الحركة التصحيحية كان في نهضة عمران بسوريا كبيرة قامت على أكتاف المهندسين، وهي مش يعني ها مش لأنه مهندس يعني لا، بس يعني كانت المهندسين هن العمود أو الحامل الأساسي إلى، لأنه كانت كلها ثورة بنيان، ثورة بنيان، والفلاح من جهة والعامل من جهة، ثورة العمال والفلاحين. فبعديها كنت بالمكتب التنفيذي وبمجال التنفيذ، وبعديها كمان
بالعمل السياسي، وصرت بعدها مديرة فرع الإنشاء والتعمير بسويدا، والآن مديرة فرع السورية للتجارة. نعم. مديرة فرع السورية للتجارة كان إلى تميز فعلا هذه الإدارة، لأنه كانت ناتج دمج مؤسسات، ونحن بظرف يعني مثل ما الجندي العربي السوري عم يقاتل على الجبهة وعم يقاتل الإرهاب، نحن كمان عم نحارب بضمن هذه المؤسسة من أجل تأمين الحالة الاقتصادية المريحة للمواطن، بتأمين كل السلع بأرخص الأسعار وبأفضل الجودة. فكانت ثورة فعلا خلال السنتين الماضيين من فترة تأسست المؤسسة لحتى اندمجت، وكان قرار تأسيسها بال 2017. طبعا المرأة خاصة في هذا الوقت، أغلب شبابنا أنتم بتعرفوا موجودين على الجبهات وعم يقاتلوا مع الجيش بالجيش العربي السوري، هذا الجيش اللي منعتز فيه واللي حقق انتصاره الكبير على كل الدول اللي حاربت سوريا، واللي صعب يعني قد ما تلونت وتغيرت صعب تنال من هذا البلد العريق، من هذا البلد الجميل. لذلك كان في دور للمرأة خلال هذه الفترة، دور كبير بأنها تتواجد بكل مفاصل العمل، سواء كان العمل الإداري أو حتى العمل الإنتاجي. يعني إسا أنت بتلاقي عندي بالمؤسسة مثلا عم نبيع الآن مادة التفاح، في نساء بيحملوا مثلا صندوق التفاح وبيحملوا وبينزلوا مثلهم مثل الرجال بنفس كان هذا اللي كانت اسالك عنه، انه اليوم المراه السوريه مثل ما قلتي يمكن شبابنا هن موجودين على الجبهات لحمايه الوطن، لكن المراه السوريه ما وقفت عن تحدى انه كونها ام او عامله، كانت عم تعمل هالموازنه بين الرجل والمراه وحققتها فعليا خلال هالفتره. يعني فانت كيف عم تحققي هي المعادله؟ صحيح زينب، وهذا الامر يعني نحن بنقول كلما اشتدت الازمه على الانسان يخرج ما بداخله من قوه وثبات، وهذا الامر اللي تم. كلما اشتدت الازمه علينا نحن السوريات كنا فعلا، واني برجع يعني شوي يعني لبدايه ما نحن لازم نستبشر فيه، هو منعايد من خلالكم ومن خلال الاخباريه السوريه كل امهات الشهداء، لانه لولا دماء يعني أولادهم هذول اللي قدموهم قرابين على مذبح الوطن لما كنا شفنا الآن وكانت سوريا بهذه الحالة الآن بعد 7 سنوات من الأزمة. يعني وليكي بتطلعي بالسماء بتلاقي يمكن كل مشحات هالغيوم هي أرواح هذول الشهداء عم يتفرجوا وعم يشوفوا وعم يقولوا ليكو دمنا أصحى يروح هدر. هذول أمهات الشهداء هني نموذج للمرأة السورية اللي قالت أنا هون وأني موجودة. هذول من خلالهم نحن أخذنا العزة وأخذنا الكرامة. وأنا برجع بقول لم يصمد الرجل السوري لو لم تكن خلفه امرأة قوية صامدة محبة للوطن ووطنية. يعني لما كنا نزف الشهداء كانت أم الشهيد وزوجة الشهيد وبنت الشهيد يزفوه بالزغاريت ويقووا الرجال جنبهم وينخوهم، نحن مقول ينخوهم، ويا من تخو بخواتهم سلطان الأطرش بننخي مقول له انت أخو سمية، يعني بينتخي بأخته بينتخي بأمه. حلو هالوصف وهالتعريف. طبعا بينتخي بأخته وبأمه لأنه هني فعلا الداعم الأساسي وراء كل رجل عظيم، امرأة عظيمة عم تقويه عم تثبته عم تخلي هذا البيت، بتقول له ما تهكل هم، أولادك بقلبي وبيتك بقلبي، روح دافع عن الوطن، روح بذيل عملك من أجل الوطن ورجاع البيت ما تهكل همه. فكيف إذا كمان تركت البيت وانطلقت للخارج كمان وقالت له كمان ما تهكى الهم للمعمل ولا المصنع ولا المكتب ولا تهكى الهم البنيان ولا تهكى الهم الطبيب المداوي. فهي كانت المحامية، الطبيبة، المهندسة، العاملة، الفلاحة، حتى مدبرة المنزل، أهم من هيك مدبرة المشروع. يعني بتلاقي على ساحة هذا كمان الوطن اللي بدنا نحكي عليه، باعتبار حضرتك مسؤولة عن مؤسسة يعني تعنى بالتجارة وتعنى بالخدمات وإلك باع طويل بهذا المجال، تنقلتي مثل ما قلتي بين أماكن متعددة. اليوم بظل ظروف الحرب أكيد في كتير بيوت تضررت، في كتير بيوت عانت، دور المرأة ودور حضرتك بدعم السيدات لحتى يقدموا شيء لبيوتهم مثل ما قلتي موجود عندكم بالمؤسسة، سيدات هنن بيشتغلوا بيجيبوا ثمار الأرض وبيحطوها وبيوزعوها، نحكي عن هذا الدور قديمهم. صحيح، نبدأ
يعني قصتنا مع بالمؤسسة مع المرأة من بدايتها، من الفلاحة اللي عم تنتج وبتيجي بتبيع عنا لنوصل السلعة للمواطن بأرخص الأسعار وبشكل بدون تاجر الاحتكار اللي بالنص. هي المرأة، المرأة العاملة اللي ثبتت بموقعها، المرأة اللي عم تستقبل الزوار بصالاتنا المفتوحة على مدار المحافظة. عندنا 80 صالة مجمعات رئيسية عم تستقبل الناس وبتقوم بضيافتهم. بعد ما تحسن منظر هالصالات وقدرنا يعني من خلال شوي تجديدها وتحديثها، كانت المستقبلة لهذول الناس كانت الراعية والمساهمة، كانت بالإدارة وكانت بالمعمل، كانت بالمصنع، كانت بموقع الإنتاج بوحدات التبريد، في كل المواقع المرأة السورية موجودة وتترك بصمة. إضافة لأنه يعني مبارح كانت مبادرة معايدة الأمهات بعيد الأم، عايدناهن يعني حتى لما إجينا نحن من نقول أنه من نقدم هدية مادية، قالوا أبدا، التكريم هو أنه نحن فعلا أنجبنا أطفال، كانوا هذول الأطفال هني سعادة للوطن، كانوا هو قوة بالوطن، كانوا هني الجندي وكانوا هني العامل وكانوا هني الفلاح. فنحن تكريمنا هو من الله تعالى لما وهبنا موهبة الأمومة، سواء كنا أمهات أو كنا مربيات، لأن حتى الأم العازبة هي أم، هي أم تربي أبناء أخيها وأختها، أبناء من يحيط بها. فغريزة الأمومة هي الغريزة اللي خلقها الله في قلب الأم. وأنا يعني بشكل شخصي أقول يعني تبوأت كثير من المناصب يعني وعشت كثير من الحالات، السفر والعزة والكرة، لكن أجمل شعور كان عندما احتضنت ابنتي التوأم ساعة ولادتهما. الله يخلي لك ياهن. يعني كان شعور مختلف عن كل يعني كل ما يحس به أي شعور، لا العز ولا الجاه ولا المال ولا أي شيء يعادل هذا الشعور عندما تملأ المرأة غريزتها بالأمومة بهؤلاء الأطفال، تتابع معهم المسيرة وتبدأ بتدريسهم، بتعليمهم، بتقديمهم للمجتمع، تقديمهم للمجتمع حالات. ليس مهما أن يخرجوا بشهادة علمية، الأهم أن يخرجوا بشهادة اجتماعية، شهادة اجتماعية يدركون ما يجري حولهم، يعرفون بالتفاصيل كيف تتم الأمور، وما هو الوطن، وما هي التربة، وما هي الأرض. ابنتي الصغيرة طلبت مني منذ أيام أن تقرأهم بالصف السابع، صغيرات بطلات المحافظة في الجمباز وفي الرقص الإيقاعي. الله يخلي لك ياهن يا رب. يعني يريدنا أن يكون شيئا في المجتمع إضافة لتفوقهن بالدراسة. فقالت لي أريد أن أقرأ في كتاب. اختارت معلمة من الجولان وقرأت كيف الحالة تتم بصمود نساءنا في الجولان، وكيف هذه المعلمة التي رفضت بكل التفاصيل أن تعلم المنهاج، خلينا نقول العدو الإسرائيلي، رفضت أن تدرسه لأبنائها وأخذتهم إلى منزلها وكانت تدرسهم وتعلمهم في وسط المنزل اللغة العربية، انتمائهم للوطن، لسوريا الوطن، لسوريا الأم. عندما أكملت القصة وبدأت تشرح لي ما فهمت من هذه القصة، أحسست بأنني فعلا إذا الأم لم تنجح في أسرتها لا يمكن أن تنجح في أي مكان آخر. يعني هذا مسك الختام اليوم عم تحكي طاروا الوراق مسك الختام اليوم عم تحكي يا ست هيام، وشفنا تأثرك. الله يخلي لك عائلتك، وقدي حلو شعور الأمومة من خلال يعني اللي عم نشوفهم، النماذج اللي اليوم عم نستقبله، وخاصة نحن يوم بمحافظة السويداء أحفاد طبعا السلطان باشا الأطراش. وأكيد بدنا نقول لك يعني كل عام ووالدتك أيضا بألف خير، وكل عام وأنت بخير، وشكرا لوجودك معنا وعلى هالوعي وهالثقافة بتربية هذا الجيل. شكرا لوجودك معنا. الله يخليكم. بس بحب قول شغلي بسيطة، مثل ما تشكرت بناتي بتشكر زوجي الرائع اللي لولا وجوده حولي ولولا هذا الرجل الكبير ما كنا صمدنا. وكل عام وكل أمهات الوطن وكل معلمي الوطن وكل عاملي الوطن بثورة آذار بألف خير. شكرا، شكرا لك، شكرا لهالكلمات الصادقة. كنتي معنا اليوم خير أم وخير مربية، نيال أولادك فيكي ونيال كل أهل السويداء فيكي. شكرا لك. شكرا.